طيب احنا معانا على الشاشه يعني عرض لتناول الاعلام الدولي والاقليمي والمحلي لذكرى ثوره 30 يونيو. الاول عايزين نظره بانوراميه وبينها نروح للتفاصيل، لكن الاول ازاي كان يعني التناول الاعلامي لهذه الذكرى، ذكرى ثوره 30 يونيو، وفقا للعرض اللي موجود معانا على الشاشه؟ شوف يا سيدي، لو بصينا هنا هنلاقي ايه؟ نشوف الاتي. هنلاقي اهو موجود معانا اهو على الشاشه. اتفضلي يا دكتور. بنشوف ايه؟ خدي بالك، ها، امسكي من تحسن الاوضاع في مصر بعد الثورة. اعلى نسبه، معناها ان الاعلام الدولي والاقليمي والمحلي على بعضه رصد ماذا حدث في مصر من اوضاع. خدي بالك من كلمه شرعيه الثوره، خدي بالك من الثالثه ثقه الشعب في القياده السياسيه. هنا ده التجميع للثلاث مستويات يا فندم، اللي هو الدولي والاقليمي والايه والمحلي. اي ان هناك اتفاق مهما اختلفت توجهات الاعلام ان كان دوليا او اقليميا او محليا. اوكي، طب تعالي نروح للي بعده بقى عشان نشوف يا ترى ايه المقصود بكلمه تحسن الاوضاع، وايه المقصود بشرعيه الثوره، ايه المقصود فعلا. اهو يا فندم هيجي بقى الصفحه اللي بعدها. لو نشوف اللي بعدها من فضلك يا فندم هنلاقي ايه؟ طيب خلونا يا جماعه ننقل للصفحه اللي بعدها. طيب هنلاقي ايه؟ طيب اهي اللي بعدها. بص يا فندم، هنلاقي 79% تحسن في الأوضاع بعد الثورة. نقف قصاد الأوضاع، يقصد بها إيه؟ بلد من الإفلاس، من الإفلاس إلى بلد يتدفق إليها النقد الأجنبي والاحتياطي. وخد بالك بقى من حاجة حصلت، تحويلات المصريين في الخارج اللي كانت بتروح في سراديب أخرى، كل ده تم ضخه فين؟ في شرايين الاقتصاد المصري. طب اتحسنت الأوضاع لوحدها؟ لأ لأ، حاجتين، المواجهة والطموح، رئيس ودولة واجهت الواقع ولم تخدع الشعب ولم تزوق، ما تزوقتش الصورة، قالت ده الواقع الايه المرير. طب الطموح في ايه؟ الطموح في ايه؟ لو حضرتك تذكري في المرة اللي فاتت قلت لك الرئيس السيسي عنده مصطلح متكرر في كل احاديثه وهو امتلاك القدرة. بمعنى لما تعملي حاجة تعمليها على أعلى مستوى، تطوري جيشك يبقى لازم يكون عنده أحدث سلاح، تطوري طرقك يبقى عندك أحدث طرق، تطوري قطاعك المصرفي يبقى عندك قطاع مصرفي بغاية القوة، تطوري صناعتك تبقى لازم الصناعة تكون على أعلى مستوى وقدر على الإيه؟ على التنافسية. من هنا تحسن الأوضاع. طب ترجم في إيه؟ شهادات، شهادات لما هنشوفها بعد كده هتلاقي شهادات العالم اللي ما بيعرفش يحط فلوس يا أستاذ ريهام إلا لما يكون عنده ثقة إن الفلوس دي محطوطة في مكانها الإيه؟ الصحيح. طب هو تفتكري مساندة العالم ليكي في الفترة الأخيرة جت منين؟ عارفة ليه؟ ليه؟ لما عرفوا إن كل ما صرفته مصر وأنفقته واستثمرت فيه وبنته كان لصالح المواطن. ممتاز، كان لصالح المواطن طبعا. طيب انا عايزه بس نبص على الشاشه، احنا معانا برضو دلوقتي بقى التناول الاقليمي، الاعلام الاقليمي لذكرى ثوره يونيو. عندنا هنا تحسن الاوضاع في مصر 67 يعني فاصل 70%. مظبوط. وعندنا شرعيه الثوره مظبوط. شرعيه الثوره حوالي 25%. طيب ثقة الشعب 6.5% يعني في المية. لا يا فندم، لا لا لا، ليه؟ الاقليمي ده لانه اقرب اليكي، بيبقى شايف الاوضاع صورة من قريب، بالظبط كده. انما خدي بالك من حاجه بقى، لما هنشوف الكيرف هنلاقي كل الامور دي طلعت للايجابيات. بمعنى الثقه تزايدت، تحسن الاوضاع زاد. حاجه تانية حضرتك هقول لك على حاجه، رجعي معظم خطب سياده الرئيس هتجدي مستحيل أن تأتي مناسبة، أن تأتي مناسبة إلا وهذا الرئيس يعطي الحق للشعب المصري والتقدير. من غيركم ما كناش عملنا كده، لولاكم ما كناش وصلنا للي احنا فيه. فعايز أقول لك النتيجة حصل إيه؟ تغيرت الصورة الذهنية لمصر في العالم. نجيب بقى، نخش في العمق بقى اللي ايه اللي بيسعدني. بس قبل ما نروح للعالم عايز اروح برضو للاعلام المحلي لان هو موجود معانا على الشاشه. ايوه. طيب حياتك اقرا لنا برضو النسب. اولا هتلاقي تحسن الاوضاع
57 يعني فوق ده مقربين على 60%. طيب شرعيه الثوره مالها؟ ها؟ زادت جدا. ليه؟ لانه هنا بقى الاعلام ده ماله؟ ده عايش. ده معايش الواقع. بيشوف بقى. بيشوف عن قرب. بيشوف ايه اللي بيحصل على الارض. وما عندوش اجندات. صح. خدي بالك من دي بقى. فهنا ده صوره واقعيه لما يحدث على ارض ايه؟ على ارض مصر. طيب تعالي نشوف في المحور الاقتصادي. في تحسن الاوضاع. الاعلام قال ايه؟ مصر نفذت اصعب وانجح برنامج اصلاح اقتصادي. مصر استفادت من اي قروض مش علشان تستلف لمجرد السلف، عشان توظفه لخدمه مشروعات تبقى قاعده تنطلقي منها. مصر تحولت، وده هنجيبه وهاتوه بقى من فضلكم هتلاقوه موجود في كل المواقع. تحولت من دوله تعاني من وضع اقتصادي في غايه الصعوبه بعد 2011 الى دوله النهارده بتساهم في اعمار من حولها. خد بالك من دي، يعني مش بس اكتفت باعمارها الداخلي، لا دي النهارده مكمله طبعاً فيها. وبنشوف ده من خلال زيارات الرئيس للدول الشقيقه في المنطقه طبعا.